الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات. ياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ماذا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس؟ كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش، عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. النهاردة هنتكلم عن جزئية جديدة من الباب 20. نشوف مع بعضنا موضوعنا النهاردة في الباب 20. هنتكلم عن باتنتا دي كاتيجورية بي اي. نتكلم على الرخصة من النوع بي اي، ازاي نقدر نحل الاسئلة اللي ممكن تجينا على الرخصة بي اي. هنحلها بالكلمات الاتية: اوتوريزاتا تبقى فيرو، ان جيت معاها 2000 كيلو جرام تبقى فالسو، ان جيت معاها فينا 3500 كيلو جرام سوبريوري 3500 كيلو جرام تبقى فالسو. يبقى اوتوريزاتا فيرو معاه 2000 كيلو جرام فالسو، معاه فينا 3.5 وسوبريوري 3.5 تبقى فالسو، وبعد كده نوفانتا سي. يبقى اوتوريزاتا ونوفانتا سي. يلا مع بعض ندخل على الاسئله ونطبق اوتوريزاتا ونوفانتا سي. نشوف مع بعض السؤال الاولاني. طبعا بحدد الاول بيتكلم على اي نوع من التراخيص. لا باتنتا دي كاتيجورية بي اي، يبقى كلمه اوتوريزاتا فيرو. 2 برضه هنا بيتكلم على باتنتا دي كاتيجورية بي اي، يبقى اوتوريزاتا فيرو. 3 لا باتنتا دي كاتيجورية بي اي، بيتكلم هنا على اوتوريزاتا تبقى فيرو. 4 لا باتنتا دي كاتيجورية بي اي، يبقى نوفانتا سي فيرو. 5 هنا بيتكلم على برضه باتنتا دي كاتيجورية بي اي، يبقى كلمة اوتوريزاتا فيرو. 6 باتنتا دي كاتيجورية بي اي، بيتكلم على الرخصة من التصنيف بي اي، يبقى ندور على كلمة اوتوريزاتا او نوفانتا سي، مش موجودة تبقى فالصة. 7 باتنتا دي كاتيجورية بي اي، يبقى ندور على كلمة اوتوريزاتا او نوفانتا سي، مش موجودة تبقى فالصة. 8 بيتكلم على باتنتا دي بي اي اهيت، يبقى كلمة اوتوريزاتا معايا 2000 كيلو جرام تبقى فالسو. اوتوريزاتا زائد 2000 كيلو جرام فالسو. 9 باتنتا دي كاتيجورية بي اي، يبقى كلمة اوتوريزاتا فينا 3.5 وسوبريوري 3.5، الاثنين مع بعضهم فينا 3500 كيلو جرام، سوبريوري 3500 كيلو جرام تبقى فالسو. دي الحالة الثانية والأخيرة. هنا برضو بيتكلم على كاتيجورية الرخصة من النوع بي اي اي، يبقى محتاج ادور على كلمة اوتوريزاتا او نوفانتا سي، مش موجودة تبقى فالصة. 11 لا باتنتا دي بي اي، يبقى ادور على كلمة اوتوريزاتا او نوفانتا سي، مش موجودة تبقى الاجابة فالصة. كده احنا حلنا كام سؤال؟ حلينا 11 سؤال، اللي هم كل الاسئلة اللي ممكن تجينا على الرخصة من النوع بي اي او باتنتا دي كاتيجورية بي اي. حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم بكلمتين، كلمة اوتوريزاتا من غير 2000 كيلوغرام، ولا من غير فينا 3.5 كيلوغرام وسوبر يو 3.5 كيلوغرام، كلمة نوفانتا سي. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة. حتى ألقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.